يواصل الشارع العراقي المنتفض ثورته ضد أحزاب السلطة ورموزها وميليشياتها، على الرغم من عمليات القمع التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيات ضد المتظاهرين السلميين في بغداد والمحافظات. متظاهرو ذي قار أكدوا استمرارهم بالتظاهر حتى تحقيق مطالب الثورة بإسقاط النظام بأكمله وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة. طبعا مستمرين على اعتصاماتنا وعلى تظاهراتنا لحين تحقيق المطالب، وذلك للمطالب مشروعة، أنه لا مطالب عفوية ولا فتشي، مطالبنا مشروعة، مطالبنا حقوقية، مطالبنا أنه قانون انتخابات، سن القانون الانتخابات. إلى اليوم إحنا مستمرين، اللي ما أعرف أسولفة بنكتة أو أسولفة بحقيقة، أنه مستمرين لحد اليوم ما أدري إيش قد، والله ما أدري إيش قد تيهنا، يعني ما عندهم حس أنه يحسون بينا احنا كشباب، تعبنا وكل هذا احنا راح نقتلهم بسلمياتنا. محاولات الحكومة اجهاض التظاهرات لم تزد المتظاهرين الا اصرارا على مواصلة ثورتهم. لازلنا في ساحات الاعتصام، هناك دعايات وتسقيط اعلامي بان التظاهرات انتهت، لا احنا بالعكس موجودين وخيمنا، والخيم جاي تتكاثر يوم بعد يوم. المتظاهرون في الناصرية أكدوا رفضهم جميع مرشحي الأحزاب لمنصب رئيس الوزراء، وهددوا بتصعيد إجراءاتهم السلمية في حال استمرار الحكومة بالتسويف والمماطلة. كل ما يدور في مكاتب الأحزاب الآن من اختيار شخصية جدلية فهو مرفوض جملة وتفصيلا، لأن هؤلاء يأتون ليخدموا الأحزاب، كل ما يأتون به هو لصالح الأحزاب ولخدمة الأحزاب، ولا يخدمون ما تريده التظاهرات من تحديد موعد الانتخابات المبكرة ونزيهة. ما زلنا مستمرين في موضع الاعتصام، ولدينا تصعيد آخر وآخر إن لم تستجب الحكومة لمطالب المتظاهرين، فنقول لهم كفى مماطلة وكفى تسويف، حيث أن عادل عبد المهدي قد قدم استقالته من يوم 2/11 ولهذا اليوم، ولا يجوز له أن يتمتع أكثر من 30 يوما في موضع السلطة. الحكومة وفي حلول ترقيعية أخرجت كل ما في جعبتها من محاولات غير شرعية لإنهاء التظاهرات والإبقاء على مصالحها، حتى إنها حولت التظاهرات الشعبية السلمية إلى أعمال عنف بتوقيع عناصر قواتها الأمنية والميليشيات المدعومة من إيران.